يعني هي الفكرة كابتن ان انك تشتغل على نظام واضح ومحدد، وزي ما قلت لحضرتك مفيش عندنا كرة قدم بدون اساس وبدون قاعدة سليمة، وانا شايف ان الموضوع ده لابد ان يكون بالمشاركة، يعني اللي بيتحمل مسؤولية فيه اتحاد الكرة من ناحية والاندية من ناحية تانية، بدليل انك انت لو بصيت لعملية الاختيار في قطاعات الناشئين حاجات كارثيه، وده بيهدر مواهب كتير جدا على الكره المصريه. عمليه الاختبارات في مصر كلها تقريبا من وجهه نظري بتتم بشكل سيء جدا. الطريقه اللي بيتم اختيار بيها اللاعبين في المراحل السنيه المختلفه لا يعني لا تفرز لنا مواهب على الاطلاق على الاطلاق. يعني وحضرتك يمكن ما عرفش مريت بالتجارب دي ولا لا، يمكن حضرتك اشتغلت في مرحله سنيه اكبر، لكن كل اللي معروف اللي تحت في اختبارات الناشئين اللي بيروحوا يختبروا من 10 و11 و12 سنه بيخش 500 واحد ويروحوا يختبروا ازاي تعرف قدره لاعب 10 دقائق بين 20 واحد موجود ممكن يكون جاي لك موهبه. الجزئيه اللي حضرتك قلتها ودي المفروض كانت تتعمل، وكان في اتفاق بين وزاره الشباب والرياضه وزاره التربيه والتعليم، وانا شايف ان الاساس في انك انت توصل للمواهب الرياضيه فترة كلها عبر وزاره التربيه والتعليم، لان كل الاطفال اللي عندك كل المصريين اللي هم عيال صغيره دلوقتي اللي هيقودوا مصر مستقبلا دول موجودين في المدارس، فانت باستطاعتك انك تصل الى كل المواهب المصريه تقدر تطلع لاعب كره اليد وتلعب كره القدم وكره السله وكل حاجه. كان في دوري انا لعبت دوري اسمه كان دوري المدارس، كنا المدرسه بيبقى ليها فريق الكوره بيروح لاعب مدرسه كذا ويبدا الناس تتفرج، والعمليه دي تتم بشكل طبيعي وتلقائي بحيث ان انا لما اشوف حد قدامي اشاور ده مستقبله كويس جدا، ده ميسي في مصر. معقوله مصر ما فيهاش ميسي ولا رونالدو؟ 100 مليون ما فهمش يعني. حضرتك يا استاذ محمود بتقول ان عمليه التخطيط وكمان مش هقول قله المواهب، لكن السكاوتنج عندنا ضعيف جدا لدرجه ان احنا ما بنكتشفش المواهب من بدري. بالظبط، احنا ما عندناش قله مواهب، احنا عندنا سوء طريقه في اختيار المواهب او الوصول اليها. هيجي لك يا كابتن هاني من الصعيد او من الارياف الولد وجايب والده ووالدته وباعوا لحيلتهم عشان يوصلوا لك. شوف لي حجم المتاعب، معاناة طبعا. ما انا هريح حضرتك على حاجه، حجم المتاعب اللي بيواجهها عشان يوصل لك، عشان يدخل لك النادي نفسه، يتلقى السماسره ومستفيد الفرص وقاتل المواهب، يقول لك ادفع كذا عشان اعرف ادخلك، اصل هياخد فلان كذا. انا بوريك الوضع الحالي لان انا عشته مع اولياء امور. انا ده السوس اللي بينخر في جسد الكره المصريه. هنا بقى ايه؟ هنا المفروض انت كنادي بحجم مثلا النادي الاهلي لابد ان يكون بابك مفتوح للكل وتدي تعليمات للناس واقفه على البر، اي حد جاي يختبر يدخل يختبر. ده بيحصل انا بكلمك، ما انا بقول لك يعني المفروض التنبيه حتى لو كان ما معهوش تذكره يدخل ياخد يدخل من غير تذكره، ما دام جاي لك مثلا من الصعيد من سينا جاي لك من الدلتا جاي لك من اي حد انت لازم تدي فرصه. في بعض الناس بتواجه الناس دي وبتلاقي ايه تصرفات غريبه جدا، وانت تصطدم وتروح وتجي وتقابل مواهب. مصر مليانه مواهب، وانزل المناطق اللي انا بقول لك عليها دي، وانزل المناطق الشعبيه ودور وفتش شوف انت موهبتك مين اللي قدمك، وشوف الناس اللي طلعت التانيه جت ازاي، هتعرف انه سبحان الله اتحط لك حد كده وجهك. بالظبط ما انا بكلمك اهو. فاحنا عاوزين ايه وليه لا يا فندم؟ حتى النادي الاهلي هو يروح يعمل اختبارات في الصعيد، وعلى فكره ده كان من المخطط. لا لا على فكره الاهلي بيعمل بيروح الاهلي كده بيروح الصعيد وبيروح بحري وبيروح لغايه دلوقتي الاهلي بياخدها زي التجربه بيوصل لغايه دلوقتي خد التجربه دي. والاهلي عامل اكاديميات في المحافظات. مظبوط. مثلا عندك فرصه، ده انت عندك فرصه، ده يعني عاوز ايه لما يقول لك في اي محافظه هنا اسيوط سوهاج يقول لك الاهلي جاي، يعني لو وديت فرقه الشباب للاهلي انا بقول له كنا بنروح نلعب واحنا طبعا لما تودي حتى فرقه الشباب مطعمه وروح يلعب ماتش هناك، انت من خلال اللاعب ممكن تكتشف حقيقة. حد ممكن تطلع لاعب، ممكن تطلع اثنين، ممكن تطلع ثلاثه، ده بيديك فرصه. فاللي انا عايز اقوله وزي ما قال الاستاذ محمد ان النظام الاداري الهرم كده. طيب انت حضرتك اسال قول لي عدد الممارسين المسجلين باتحاد الكره كام؟ لن يتعدوا ال 100 او 150 الف. من 100 مليون في دول اخرى، يعني يقول لك تونس مثلا اللي هي مش تونس اعتقد 14 مليون عدد الممارسين مليون، الاقل مننا. انت هنا ايه القاعده ضيقه جدا ضيقه خالص. مليون انا بقول لك اهو 100 مليون مفيش. انا بقول لك القاعده ايه. طيب هل هو الهدف كره القدم بس ولا الهدف مواهب اخرى؟ الهدف مواهب اخرى. انت ما يعني ايه تطلق واحد مصر لما عملت سمعه في على مستوى الاولمبياد عملتها بايه؟ عملتها بالانديه الشعبيه.
الميداليات الذهبيه على مدار تاريخ مصر، عملها في الانديه الشعبيه في اسكندريه الالعاب الفرديه. الالعاب الفرديه بالظبط. انت محتاج تسير يبقى عندك زي ايه، مشروع قومي، مش كلام ومش كلام ورقه كتب، لا ناس متخصصه وناس تفهم، وعندنا ناس متخصصه وناس تعرف تعمل اللي عندها، ناس بتحب البلد وتقدر تعمل شغل. انت محتاج ايه؟ اذا عملت السيستم ده وجبت اتحاد كوره بالانتخاب اللي هيجي بعد سنه بعد شهرين بعد اربعه بعد خمسه، لازم يقول لنا قبل ما يجي والله يا جماعه انا برنامجي اللي انا هنفذه، وهتيجي تحاسب خلاص بقى ما فيش زمن، بقى ما فيش حد يحاسب، المفروض يبقى في زمن الحساب دلوقتي. على فكره هعمل واحد اثنين، احنا مش عاوزين منك غير واحد واثنين، مش عاوز منك ثلاثه، بلاش عشان ما نضحكش على بعض. انت لو عملت واحد واثنين يبقى برافو عليك، لو عملت لي قاعده ووسعت واهتميت بالناشئين يبقى خلاص، لو عملت لي وديع حضرتك هديك مدرب، تقدر تقول لو انت طلبت السيره الذاتيه لبعض المدربين المصريين اتحاد الكوره عنده مستند يديك حاجه، لو انت جاي من دوله بره ولا عاوز مدرب مصري يدرب منتخب في افريقيا عندك سي في. ده جزء، ده جزء مهم، ده جزء جدا. انت ما بقولك يعني في في حاجات، لا حاجات في تفرعات، وعلى فكره احنا بنتكلم كل ده تحت بند كبير اللي هو مشاكل الكره المصريه. احنا اتكلمنا على التخطيط واتكلمنا على القطاع الناشئين اذا كان مسؤوليه انديه او اتحاد. طب نيجي لنقطة تانية، احنا التسويق على سبيل المثال، احنا بنشوف عملية التسويق انك تسوق للدوري بتاعك، انك تجيب ما انت عشان تسوق للدوري بتاعك لازم يكون عندك دوري قوي، دوري منتظم، لعيبة اجانب على مستوى عالي، بتتكلم على اخراج تلفزيوني بشكل جيد، بتتكلم على بنية اساسية من البنية الاساسية، البنية الاساسية بتكلم على ملاعب وادوات جمهور، فكل ده فكل يعني اعتقد في اجزاء كتيره دي موجوده. يعني عندنا بنيه اساسيه، عندنا يعني وزاره الشباب والدوله عامله استادات على اعلى مستوى، لا لا لا. فده جزء. عمليه التسويق عندنا لسه فيها مشكله شويه، لسه لسه يعني لسه. عمليه البث التلفزيوني والايراد اللي بيتوزع ده برضو لسه عندنا في لسه مشكله في ملف برضو الجزئيه ديت. الجزء الثالث اللي انتوا اتكلمت حضراتكم فيه كمان المدرب، ده بالنسبه للمشاكل الفنيه ده من العناصر المهمه جدا. المدرب زي المعلم اللي في المدرسة، ما لم يكن عندك معلم على مستوى عالي جدا يقدر يوصل المعلومة ويطلع طلاب موازين، عمر ما يكون عندك في مستقبل دكاترة ومهندسين والحاجات دي كلها. المدرب هو الأساس في الاختيار. احنا عندنا يعني حاجة كارثية في عملية ان ده يبقى اسمه مدرب. من الجهة المانحة ليك لقب مدرب؟ ايه الشهادات اللي حضرتك خدتها لقب مدرب؟ حضرتك بتكلم بتعتبر النموذج الالماني نموذجا محترما، وحضرتك خدت الدورات التدريبيه هناك، اعتقد شفت الصعوبات اللي ممكن تواجهها لغايه ما تعتمد رسميا كمدرب، وما تقدرش تمسك ولا تدرب الا لو كانت عندك شهاده معينه برقم معين. اللي عندنا هنا الدورات الاي والبي والسي وكل الحروف الابجديه اللي موجوده دي، انا من وجهه نظري يعني لازم النظر فيها مره ثانيه، يعاد النظر فيها مره ثانيه، يعاد اولا فيها يعني لو هنبقى الصراحة جدا فيها مجاملات كتيره جدا، فيها يعني الواحد مش عايز يقول يتكلم يعني، ان فيها حاجات الحقيقه يعني لا يصح ان تقال، لان بنشوف كتير جدا ان مجرد واحد بياخد شهاده، ده في ناس ما بتروحش وبتاخد الشهاده طبعا، فانت بتاخد شهاده وبيعتمد مدرب، وفي مدربين في الدوري الممتاز خدوه. دي مشاكل على مستوى ما انت عشان تعد، فانت لابد كاتحاد كوره يكون عندك خطه لاعداد المدرب، ويكون عندك خطه صارمه جدا 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 10 على 10، ان المدرب اللي يخرج منه زي مكتب التنسيق كده، اللي هياخد بتوع الطب اللي مش جايب 99% مش هيخش باب كليه الطب. المدرب ما يجيبش 99% ما يخشش المجال التدريبي، مش كل منهبه ده بيبقى مدرب. حضرتك عارف ان زين الدين زيدان قبل يعني كان هيرشحوه طبعا للفريق الاول، اشتغل فين؟ اشتغل الاول عشان معهوش اللايسنس ديت، جابها منين؟ جابها من قطاع الناشئين، مسك النشين. الفريق مسك الفريق الثاني لريال مدريد لمده سنه، مع لازم يكون حصوله على الويفا، على الويفا زين الدين زيدان. فهي العمليه هناك طبعا عمليه منظمه، خلينا نتكلم هي عمليه نظام، عمليه ترتيب اوراق وعمليه نظام.